يهاجر الأطباء من مصر بحثاً عن فرصة عمل أفضل ورواتب أعلى. في المقابل تسعى الحكومة لزيادة عدد خريجي كليات الطب لمواجهة النقص الحاد في بعض التخصصات، وتطالب نقابة الأطباء بإصدار قانون المسؤولية الطبية لحماية أعضائها من الاعتداءات المتكررة. ما أسباب الهجرة وما تداعياتها؟ وكيف يمكن حل هذه الأزمة؟ صباح الخير، أنا عبد الرحمن مصطفى، مدرس الجراحة العامة في القصر العيني، استشاري الجراحة العامة، عضو النقابة العامة لأطباء مصر، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، ومقرر مساعد لجنة آداب المهنة في النقابة العامة لأطباء مصر. تقريبا اللي بيمارسوا الطب في مصر حوالي من 80 ل 100 ألف، يعني احنا بنتكلم عن 220 ل 240، ده التوتال اللي بيمارس الطب في مصر حوالي من 80 ل 100 ألف. هتقولي طب والباقي فين؟ تقريبا مش اقل من 100 ألف طبيب مصري يعملونه في الخارج، وده تقريبا 40% من الورك فورس بتاع دكاتره المصريين. احنا تقريبا بنتكلم عن 240 ألف دكتور، 100 ألف جوه مصر، 100 ألف بره مصر، وممكن 20 او 30 ألف يعني عملوا كارير شيفت او ما بيشتغلوش او كده يعني. فتقريبا احنا بنتكلم عن ان نص القوه البشريه الاطباء مصر بتعمل خارج مصر يعني. ده رقم مرعب الحقيقة. كان طول عمرنا بنتكلم عن في حدود من 8000 ل 12000 سنويا، يعني ده الانتاج السنوي للأطباء في مصر. الأرقام دي هتزيد في الفترة الأخيرة لأن في توجه لزيادة عدد كليات الطب جامد قوي بقالنا شوية، بس توجه ده ما بيسمعش في يوم وليلة. يعني انت كل دراسة الطب بتاخد يعني من 6 ل 7 سنين، فاحنا بنتكلم ان التوجه ده لو بدأ من 2017 2018، فعلشان يبدأ يطلع دفعات من هذه الكليات الجديدة هنبدأ نشوفها الأيام الجاية، والإفكت بتاع ده على المدى الطويل محتاج يدرس كويس، لأن هي أكيد أي خطوة لازم يتحسب عواقبها. أنت دلوقتي بتزود عدد الأطباء في مصر، بتزود عدد الكليات اللي بتطلع أطباء، ولكن إحنا كان عندنا اشتراطات عنيفة، ويبقى السؤال دايماً هو ليه ما كانش فيه كليات طب خاصة كتير في مصر؟ علشان كان في اشتراطات عنيفة بتشترط ان انت لازم يبقى عندك مستشفى تعليمي علشان تقدر تبقى عندك كلية طب، وده طبعا كان شرط صعب. مش تعمل مستشفى تعليمي يعني زي ما الكتاب قال محتاج مئات الملايين اذا ما كانش مليارات. فعشان كده تاريخيا فضل عندنا هي كليات الطب الحكومية واثنين او ثلاثة جامعات خاصة. تقريبا حصل تساهل في الشروط دي شوية، قالك لا ممكن تجيب عقد مع مستشفى حاجة زي كده، فده خلى ان يبقى في كليات طب كتيره طلعت الفتره الاخيره يعني. الافكت بتاع ده هو ليه حاجات محموده ان احنا هنزود عدد الاطباء، بس لازم في نفس الوقت نميك شور ان الدكاتره اللي طالعين الكواليتي بتاعتهم زي القدام، ما يبقاش مجرد ان احنا بنزود عدد الكليات وعدد الخريجين وفي نفس الوقت نقضي على سمعه الطبيب المصري. مثلا لو طلع اطباء مش مدربين بشكل جيد هيبقى الموضوع مش كويس يعني، وده محتاج رقابة عنيفة جدا. بس أنا متوقع ان احنا لو بنطلع من 8 ل 10 آلاف دكتور في السنة، اعتقد ان الارقام دي يمكن توصل الدبل او التريبل خلال 5 6 سنين بالعدد الكليات الرهيبة اللي بتطلع كل يوم يعني. انت محتاج تشوف الاسباب الاساسية اللي خلت اكتر من نص الاطباء اللي عاملين في مصر يشتغلوا برا مصر. محتاج تحسن بيئة العمل بتاعة الاطباء، وده ما مش هيتغير بزياده عدد الاطباء. انت اكشوالي هتزود عدد الناس اللي بتسيبك، بس يعني بدل ما بيسيبك كل سنه 10000 يسيبك كل سنه 20000. بس زي ما قلت لك زياده عدد الاطباء مش هو الحل، زياده عدد الطلبه في كليات الطب مش هو الحل، لان انت زي ما قلت لك اللي هيطلع اكتر هيسافر. ولكن زياده عدد الاطباء وزياده عدد كليات الطب من غير ما نركز في الكواليتي بتاع الدكاتره اللي طالعين، دي كارثه. طول عمر مصر من الدول المصدرة للأطباء، يعني احنا حتى تاريخيا في 60s و 70s و 80s و 90s وخلافه احنا دولة بيطلع كتير جدا من الأطباء المصريين، نسبة مش قليلة بتروح الخليج ونسبة أقل بتروح أوروبا وأمريكا. ده تاريخيا موجود وكان وذان الأرقام المعقولة، عندما يبقى 10-15% من الدكاترة بتوعك بيسافروا برا، ده مش حاجة تأثر على على المنظومة الصحية بتاعتك. ولكن في آخر 10 سنين حصل تغيرات عالمية وتغيرات في مصر. أولا تغيرات عالمية إن الطب عموما ككارير الأجيال الجديدة ما بقتش حباه،
يعني هو كارير ديماندنج جدا، بياخدك من بيتك ومن حياتك. فده خلى في ازمه مزمنه عند اغلب دول العالم في عدد الاطباء. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه في مصر الاوضاع الاقتصاديه طبعا احنا كلنا، انا مش هخوض فيها يعني، بس هي الاوضاع الاقتصاديه اصعب على كل الناس. فطبيعي حتى لو انت كان دخلك القليل كطبيب معيشك في ليفل معين، هو مش المفترض اللي انت تعيش فيه، مفترض تعيش احسن من كده، بس حتى ده ما بقاش موجود دلوقتي. فدخلك القليل ده ما بقاش يكفي بيزك نيدز. بعد البريكسيت بقى عندهم ازمه كبيره في عدد الاطباء، وبقى الدنيا مفتوحه للاطباء المصريين جدا. فانجلترا، مصر تقريبا كانت الدوله رقم 12 في عدد الاطباء المصري، يعني لو هم عندهم اطباء اجانب، مصر كانت الدوله رقم 12، النهارده بقت رقم 3 بس بعد الهند وباكستان. الكلام ده في اخر 5 لـ7 سنين بس. في اعداد مهوله، في دفعات بالكامل راحت انجلترا. يعني في الاحد على الفيسبوك كده كان قال لك ان احنا الاجتماع بتاع المستشفى بالعربي في انجلترا من كتر ما هم عدد المصريين هناك خرافي، خصوصا في دفعات الصغير. انما الناس اللي سنها اكبر بتسافر الخليج اكتر. يعني خلينا نقول لو احنا عايزين نمسك في بعض، هنقول مرتبات الاطباء. يعني ودي اكتر حاجه ظاهره واكتر حاجه الناس بتتكلم فيها، فرق مرعب طبعا بين مرتب الطبيب في مصر ومرتب الطبيب في بنجلاديش. مش بتكلم على امريكا ولا اوروبا ولا في مرتب الطبيب في كينيا، مرتب الطبيب في اثيوبيا فرق مرعب. يعني فرق يكاد يقترب من 30 ضعف مثلا. ده بتتكلم على الدول الفقيره. لو هنتكلم عن الدول الغنيه بنتكلم عن 50 ضعف المرتب. فاحنا وممكن يوصل ل 100 ضعف في امريكا. فاحنا ما بقاش نتكلم في حسبه منطقيه. يعني كان دايما يقول لك ايه، لو انت عايز تسافر، لو جالك اوفر 5 أضعاف اللي انت بتاخده او 10 أضعاف اللي انت بتاخده، ده تجري على طول. احنا بنتكلم في الاطباء، احنا بنتكلم في اضعاف رهيبه. بس خلينا نقول ان دي مش اول نقطه، انا يعني دي اصعب نقطه في حلها، لانها بتحتاج موارد والدوله عندها مشاكل والكلام احنا كلنا حافظينه يعني. بس في نقط ينفع الدوله تحلها وينفع بسهوله تحلها، بس مفيش اراده لده. زي مثلا قانون المسؤوليه الطبيه، وده النقابه بتناقش فيه يعني بقالنا سنين وسنين وسنين. فالدكتور ده عنده اوبشن ان هو ممكن يتسجن، وايه التهريج اللي احنا عايشين فيه ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. هو انت ينفع لعيب كوره تقول له لو ضيعت البلن هسجنك؟ محدش يلعب كوره، بس يعني بكل بساطه. فما ينفعش يبقى فيه اوبشن لسجن الاطباء في المضاعفات الطبيه الوارده. ده بيزك، وده يعني الناس واحنا بقالنا سنين بنطالب بيه، لان ده من اكتر الاسباب اللي بتخلي الدكاتره مش حاسه بامان وهي شغاله. ودلوقتي الدكاتره يعني بداوا يتجهوا لحاجه اسمها الطب الدفاعي، اللي هو بقى حول العيان ده ما تعملوش، اصل انا هخش في عيان حالته احتماليه الوفاه فيه مثلا 50%، ما ده موجود في الطب. ممكن اخش عيان احتماليه الوفاه فيه 90%، فانا اخش عيان زي ده بنيت ان انا انقذه واقعد مع قاضي كاني متهم بقضيه زي الحرامي الغسيل مثلا، او واحد قتل واحد على الشارع. فده ده 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 حاجه فيري بيزك وحاجه سهل جدا انها تتحل، بس مفيش اراده للحل ده. ومفهوم ان الاطباء وارد جدا ان يحصل معاهم مضاعفات، مضاعفات دي قد تكون وارده او غير وارده، بس ده في كل دول العالم محلول بان بيبقى فيه تعويضات. انما طول ما سيف الحبس موجود على الاطباء مش هيعرفوا يمارسوا المهنه بتاعتهم بامان. وفي اوريدي صيغ محترمه جدا لقانون المسؤوليه الطبيه، وجاهزه عند مجلس الشعب وجاهزه عند وزاره العدل، بس ما اعرفش. احنا كل يوم في النقابه عندنا بلاء، عيان دخل في حادثه، العيان توفاه الله، اهله بيكسروا استمارة وبيضربوا الدكاتره، وما بالهم الدكاتره. يعني احنا في السعوديه جنبنا، يعني مش في اخر الدنيا، عقوبه الاعتداء على الطاقم الطبي 10 سنين سجن ومليون ريال، اللي هو 13 مليون جنيه دلوقتي. عقوبة رضيعة، مين هيفكر يعمل كده؟ وبدأ يبقى فيه يعني انكلوجن لأغلب الأطباء في برامج الزمالة المصرية، وحاجة حقيقة دي حاجة كويسة. طبعًا لسه في الأول فيها بعض المشاكل وبعض الصعوبات، ولكن هي حاجة كويسة جدًا وهايلة، ولازم ده يعمم، يعني يعمم ويزيد الفرص اللي موجودة للالتحاق بالزمالات المختلفة في التخصصات المختلفة. التقدير المادي للطبيب، ودي بقى اللي اتألف فيها كتب. يعني ان احنا طبعا مرتبات الاطباء في مصر يعني تقريبا هي الادنى في العالم كله، وبفروق بشعه، يعني مش بفرق ضعفين او ثلاثه او اربعه، بفروق بشعه. خلت دخل الطبيب من الحكومه مثلا، الطبيب اللي شغال في مستشفى حكومي هو ما يكفيهوش في البيزك نيدز بتاعت هرم مزلو، وده مش مقبول ابدا. خلينا نقول ان احنا عندنا جهتين كبار قوي في التعليم الطبي،
الجهه الاولى واللي هي تاريخيا مشهوره انها بتعلم وتطلع ناس فيري هاي كواليتي هي الجامعات والمستشفيات الجامعيه. ولكن الاطباء اللي بيبقى عندهم فرصه ان هم يتعينوا في مستشفيات الجامعه هم تقريبا 10% من الاطباء. فال 90% من الاطباء بيبقوا في وزاره الصحه. تاريخيا كان الاماكن اللي بتعلم كويس وزاره الصحه مش كتير. يعني في هيئه المستشفيات التعليميه، المستشفيات التعليميه، حاجات تابعه لوزاره الصحه بس بصيغه تعليميه شويه. ومراكز متخصصه وخلافه. ولكن خلينا اقول ان في السنين الاخيره لا الوضع اتغير، يعني بدات تيجي زمالات انا عارف ان هي ما وصلتش لمرحله الماتيوريتي الكافيه ان هي تعلم الناس وتدربهم كويس، بس طالما انت بدات هتوصل. يعني دايما نقول كده في التغيير، طالما انت بدات وخدت قرار التغيير هتقعد تطور وتعدل وانت ماشي، بس في النهايه هتوصل. فاعتقد ان ريسنتلي موضوع الزمالات ده حسن شويه من تدريب الاطباء اللي هم بره كادر الجامعه يعني. انما الجامعه لا، الكواليتي فيها كتعليم هيئه على مستوى العالم يعني. طيب انت دلوقتي زودت عدد الطلبه اللي هتبقى في الجامعات الكتيره الخاصه والاهليه وخلافه اللي طالعه، هل دول هتبقوا انكلودد في النظام التعليمي؟ لسه مش عارفين، ما شفناش لسه الانتاج الجديد عشان نقدر نحكم. لان الزمالات حاليا وان كانت بقت كتيره وفي تخصصات كتيره وخلافه، ولكن لسه الكواليتي بتاعتها ما وصلتش للاوبتمايزيشن، ما وصلتش انها تبقى اوبتيمال. في اماكن التدريب فيها ضعيف شويه، في اماكن فيها مشاكل. بس زي ما قلت لك هنا، يعني انا دايما اقول ايه، اللي بيعمل حاجه صح بس مش بيعملها صح قوي ما تهاجموش. لا كويس، حلو انك خدت الخطوه دي، بس ايه، طور هنا طور. انا مش ههاجم الحته دي لان طبعا هي فيها مشاكل، ولكن هي خطوه جيده ومحمود عشان كده اوكي، خلي احنا ماشيين على الطريق وان شاء الله هنوصل له. في حاجات تانية لسه مش عارفين الطريق فين فيه. بص، هو العالم كله دايما عنده ازمه في تخصصات الطوارئ والرعايه المركزه والتخدير، ودي اكتر يعني تخصصات بيبقى فيها صعبه، لان هي اولا انت بتحتاج من اعداد كبيره جدا من الدكاتره دول، وطبيعه شغلهم بتبقى مرهقه جدا لان هم بيقعدوا 24 ساعه مع العيان، بيقعدوا اللايف ستايل بتاعها صعب يعني. فدي دايما التخصصات اللي فيها ندره، ودي بقى في مصر بقى احنا وصلنا لمراحل خطيره، لان التخصصات اللي هي نادره جدا دي هي مطلوبه جدا، فعدد اكيد اللي بيسافروا فيها كتير. فطبعا احنا وصلنا لمرحله خطر في التخصصات دي كأعداد للاستشاريين والأخصائيين فيها، لأن هي تخصصات very demanding، والتخصصات دي فيها عجز عالميا، بس في مصر العجز فيها وصل لمراحل خطيرة جدا. هي التخدير والرعاية والطوارئ دي أكتر تخصصات، وهي تخصصات حساسة جدا خصوصا التخدير. نرجع تاني لفكرة الميديكو ريجاليتي، طبيعي إن في نسبة قليلة جدا من العيانين يحصل لهم مشاكل في التخدير، وده موجود في الكتب يعني. فطبعا عندنا في مصر في دكاتره التخدير يعني مشاهير، ويعني ناس تقيله طلع عليها قضايا في مضاعفات ورده. تاني نرجع تاني للسبب، التخدير ده ريسكي تاريخيا. ناس بتذاكر بتسافر الخليج او بتسافر مثلا اوروبا وامريكا، لا دكاتره مصريين النهارده بيسافروا زامبيا، بيسافروا كينيا، بيسافروا جزر المالديفز، يعني بيسافروا بروناي. انا النهارده مدرس في جامعه في القصر العيني، يعني معايا دكتوراه بقى لها حوالي سنتين ثلاثه، بقبض كام في الحكومه. طبعا يعني احنا في مصر منظومه دخل الاطباء فيها فاريابيليتي ضخمه، يعني عشان دايما الناس لما بتتكلم في النقطه دي يقول لك شوف الدكتور ده عيادته الكشف فيها كذا وخلافه. انا معاك، هو في اطباء 1-5% من الاطباء ما شاء الله الدنيا معاهم زي الفل وعياداتهم شغاله والدخل الحكومي بالنسبه لهم ولا حاجه، بس احب اقول لك ان 70% من الاطباء الدخل الحكومي بتاعهم ده هو 80% من دخلهم او 90% من دخلهم. مش كل الناس اللي عندها عيادات في الابراج الفارهه، ولا لا لا مش كل الناس كده خالص، عشان احيانا بيحصل خلط ده لما نتكلم عن مرتبات الاطباء، يقول لك هم بيكسبوا كويس من عياداتهم، بس دي حاجه ودي حاجه.